يما شويت الشاي يما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شذ يا رياح ونغاف بعين ما سيما عدد ينجح يما شويت الشاي يما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شذ يا رياح ونغاف بعين زي ما عاد ينجح وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح يما شوي ست الشاي يما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم في الشكل مو العزيز انتي طاوين الناس سخسي شكاتي ريد ربداخ وغزبي الناس الجنة صنع ربي كيتهد ودار الناس في الشكل مو العزيز انتي طاوين الناس سخسي شكاتي ريد ربداخ وغزبي الناس الجنة صنع ربي كيتهد ودار الناس وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم مشيت الشاي مشواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح يما شوي ست الشاي يما شوي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم هذا الدج غصر الرحمن ما تعرض رخار الناس واخذ شوق في مراه ليقم ومشان الناس ما واشد توسح شومها ناس غيز ما ذور الناس هذا الدج غصر الرحمن ما تعرض رخار الناس واخذ شوق في مراه ليقم ومشان الناس ما واشد توسح شومها ناس نذور الناس وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاح سبب دخول النعيم ما شويت الشاي ما شواي السماح في سير محنا حماه ورنا شد يا رياح ومن خاف بعين ما زي ما عاد ينجح
نرجع بيدنا شوية الشاي ما شوي السمنا في سير محنا حوما مرندش غيارية ونخاف بعين سيما على الرجع وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاة سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاة سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاة سبب دخول النعيم وصاك بها الله في كتابه الحكيم هي سبب النجاة